السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير. كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله. كما العادة اليوم جيتكم بطريقة زوينة، طريقة سهلة لواحد التحلية ومكونات يعني بسيطة، مكونات موجودة في أي بيت. بقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. كما كتشوفوا معايا هنا عندي المقادير جد سهلة. غناخدو بقياس العنبة كما العادة، نصف كاس تاع الماء ونصف كاس ديال السكر سنيدة او السكر حبيبات ونصف كاس ديال الزيت. كما كتشوفوا عندي جوج بيضات وكاس ونصف ديال الدقيق الفورس او الدقيق الابيض. غنديرو واحد ساشي ونص ديال خميرة الحلويات. عندي معلقة كبيرة ديال الخل، معلقة كبيرة ديال الكاكاو المر وقليل من الملح. هنا كما كتشوفوا في شي اناء اللي غادي تخلطوا فيه الكيك. غادي نبدا بالبيض، غنوضع جوج بيضات يكونوا بحرارة الغرفة، ما يكونوش في الثلاجة باردين. وغادي نوضع قبصة ديال الملح كما كتشوفوا هنا وضعت الملح. وغادي نوضع نصف كأس ديال السكر سنيدة وغادي نحرك جيدا، نحرك الخليط ديال البيض والسكر سنيدة مع القبيصة ديال الملح كما كتشوفوا. من بعد غادي نضيف نصف الكأس ديال الزيت مع التحريك. طبعا كنبقى نحرك وانا كنضيف يعني الطريقه الاعتياديه ديال الكيك. غادي نضيف نصف كاس ديال الماء وغنضيف ملعقه كبيره ديال الخل كما كتشوفوا وغنحرك حتى يمتزجوا عندي يعني البيض مع الماء وباقي المكونات. عاد غادي نضيف الدقيق الابيض. هنا كما قلت لكم عندي كاس ونصف ديال الدقيق الابيض، ضفت عليه معلقه كبيره ديال الكاكاو وغادي نخلط. نضيف الدقيق ونحرك كما كتشوفوا. غتبقى عندي غير الخميره ديال الحلوى هي اللي غنضيف في الاخير. كما كتشوفوا هنا غادي نضيف ساشي وحده والساشي الثاني غنضيف غير نصف ديالها. هاد الساشي راه كتوزن 8 غرام. وغنخلط جيدا وغنمشي باش ندهن المول اللي غنوضع فيه يعني الخليط ديال الكيك. ندهنه بالزبده ونرشو شويه ديال الدقيق. كما كتشوفوا هنايا انا وضعت الزبده والدقيق على المول. اختاريت هذا المول القطر ديالو يعني ما عاليش بزاف باش يجيني الكيك على قد يعني على قد المول. كما كتشوفوا غنوضع الخليط وغندخل الكيك ديالي طيب على فرن مسخن ديجا على 180 درجه.
ندخلو راه دغيا كيطيب، بما ان يعني السمك ديالو ما عاليش بزاف، فهو ما كياخدش وقت كتير، يعني 20 دقيقة الى اكثر. هنا غنوضعو يطيب ونرجع معكم. هنا عندي المقادير ديال الطبقة الثانية، كما كتشوفون نفس المقدار ديال السكر سنيدة، هو المقدار ديال نشا الذرة او مايزينا، نصف كاس نصف كاس. غندير معاهم نصف لتر من الحليب ومعلقة كبيرة ديال الكاكاو المر. وهنا عندي الشوكولاتة البيضاء، غنخليها حتى الاخر، حتى غادي حتى نخلط الكل في كاسرونة ونحطو يعقاد عندي تيتجمع معايا. كنعتذر على التصوير، ما ديتش في ان تحول، يعني تحول من البلاصه والتليفون ما شتوش. المهم انني غادي نخلط الحليب، غنزيد عليه سكر سنيده ونشا كما كتشوفوا، والمعلقه كبيره ديال الكاكاو المر، وغنحطه فوق النار ونبقى نحرك حتى يعقد. ومن بعد كما كتشوفوا في الصورة، من بعد حتى نحيدو من فوق النار عاد غنضيف ليه الشوكولا. خليكم مع الصور. ها هو الكيك عندي طاب كما كتشوفوا، ما نخليوش بزاف باش ما ينشفش، ما يشنعشف. وغادي نقطعو بالقياس اللي بغيت، يعني انتم حرين على شكل دائري او لا مربع، وكما ممكن تخليوها هكاك بداك القياس. انا نقص منها شويه باش يجيني الطبقه، يعني يجيني كشي متساوي، ما يخرجش ليا من الجناب. وغادي نسقي الكيك بالحليب. كما كتشوفوا هنا راه باقي عندي الكيكه سخونه، يعني غادي ندير الحليب يكون بارد، وإلا بردات الكيكه نديرو ندفيو الحليب شويه وعاد نسقيوها. هنا راني حيدت هذوك الجوانب كاملين اللي بقاو ديال الكيك، غادي نحتفظ بهم حتى ندير بهم شي تحليه، يعني هكا في الكؤوس فرديه او لا شي حاجه بحال هكا، المهم ما غاديش نرميهم. ومن بعد غادي نجيب الطبقه الثانيه اللي حضرت كما كتشوفوا، غادي نضيف عليها هذاك الشوكولاته البيضاء كما كتشوفوا هنا باش تذوب، من غير ما نوضعوها على النار. صافي هنا كنجيبو يعني خليط ساخن وكنوضعو عليه الشوكولا حتى تذوب، وغادي نضيفوها فوق من الكيك، نحركو بسرعة يعني قبل ما يبرد عندنا الخليط.
كما كتشوفوا. من بعد ما ذابت الشوكولا غادي نكب الخليط على الكيك. غادي نوضعها في الثلاجة مدة نصف ساعة وندوزو باش نحضرو الطبقة الأخيرة أو الثالثة. غنحتاج هنا الشوكولاتة السوداء، معلقة ديال الكاكاو، وغندير معها واحد نصف ملعقة ديال قهوة سريعة الذوبان. هنا عندي جوج معلقات ديال الماء، جوج معلقات ديال السكر سنيدة حبيبات، وواحد الياغورت دانيت شوكولا. هنا كما كتشوفوا في كاسرونة غادي نمزج الشوكولا، يعني هادشي كله غادي نذوبوه فوق النار، وغنضيف الشوكولاتة يعني بودرة الكاكاو مع القهوة سريعة الذوبان، وغنضيف السنيدة او السكر حبيبات، ثم الماء، ونوضعهم فوق نار مهيلة يدوب على خاطره. كما كتشوفوا هنا ها هو من بعد ما ذوبته غنضيف ليه اليوغورت او دانيت شوكولا، وغنحركه بسرعة حتى هو باش ما يبردش ليا. كما كتشوفوا غنمزجو مزيان، وغادي نضيفه فوق الكيك كطبقة أخيرة، ومن بعد غادي ندخله للتلاجة نخليه يبرد يعني أطول مدة ممكنة. نخليه يبرد ساعتين ثلاثة سوايع باش ما بردات كتجي سهلة في التقطيع وكتجي زوينة يعني متماسكة. كما كتشوفوا كان عندي شويه البيسكوي او يعني شي باستا هكا، ولا شي لوز افيلي، اولا لوز مهرمش كاوكاو، كل واحد عنده حريه يعني تزين كما بغى. وهنا غادي نحولها لطبق التقديم. كما كتشوفوا هنا من بعد ما وضعتها في طبق التقديم يعني لقيتها تقطعات وكلاو منها. المهم انا صورت لكم باش تشوفوها كي جات من الداخل، كتجي لذيذه في الصراحه وكتجي متماسكه كما كتشوفوا. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعاليق كي جاتكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه الى عجبكم المحتوى. والى اللقاء في وصفة جديدة إن شاء الله، والصحة والراحة.